ولماذا تجلس على سواحل الهم والغم تبكي؟ علاج هذه الغموم والهموم أولاً أن تجدد معرفتك بالله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذا اعرف ربك تتدكدك جبال الهم في قلبك، تزول والله الغم، والله ليأتينك الهم وأنت متبسم. بعضنا يعيش 40 سنة 80 سنة والله ما يعرف الله، والدليل على ذلك أنه إذا أتته المصائب بدأ يجزع وبدأ يولول وبدأ يشتكي للمخلوقين وبدأ يتحسر وبدأ يردد لو 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 لو. أين الرضا بالقضاء؟ لا تقل لو، فوالله لا يقع فوق ملك الله إلا ما شاء الله. كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقدر، ليس هناك في الكون صدفة. لذلك الغم اللي يسكن في قلوب كثير سببه عدم معرفة الله، علاجه أن تذاكر من جديد منهج التوحيد، منهج من ربك، منهج أن تعرف الله بأسمائه الحسنى والصفات العلى. كما قلت هو قريب، إذا قلت يا رب ما يحتاج يسمعونك الناس، لو فاضت العبرة وعلم الله نداءك ولو كان النداء خفيا فإنه يستجيبه وهو يسمعه. لذلك زعلان ليه؟ الله يعلم وشاء ذلك. لذلك أسأله أن يكشف الضر عنك ويكشف الهم عنك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من علاجات الهم أيضا الدعاء. وتأمل في حديث أمر عليه الصلاة والسلام أن نتعلمه، والذي لم يحفظه فليحفظه، والذي ما تعلمه فليتعلمه، واللي في بيته من الأبناء والذرية ما تعلموا هذا الدواء فإن الأحزان على قوارع حياتهم وعلى أبوابهم، بل على أبواب العيون والقلوب الأحزان. حتى نتعلم كيف ننكسر بين يدي الله. الحبيب علمنا دعاء يزيل الهم، يزيل الغم، بل ويبدل الله الهم فرحا والضيق فرجا. والحديث صحيح. غسيل الأحزان بدعاء. ما هو؟ عندما قال صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال إن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. ثم قال بعد ذلك وجلاء حزني وهمي. قال صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عنه همه وغمه وأبدله فرحا، وفي رواية أبدله فرجا. الله أكبر. ليس فقط يزول الهم، والله إن بعضنا يشعر يقول يا شيخ في صدري سعادة وفيه حلاوة، والله إني من السعادة أبكي، والله يا شيخ أني أبكي كما قال بعض السلف إن كان الملوك وأبناء الملوك فيما نحن فيه من السعادة ها إذن إن حياتهم إذن لحياة سعيدة. وبعضهم يقول لجالدون عليه. ما أجمل أن تشعر بالفرح، ولن يجلو ذلك إلا الانكسار بين يدي الله. إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثم تسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ما تعرفها وما لم تعرفه، ما علمه وما استأثر به في علم الغيب عنده. ثم تسأله أن يجعل هذا القرآن نور قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وهمك. وهنا وقفة. القرآن يفعل هذه الأفاعيل بالهموم والأحزان، يبيدها، يكسحها، يزيلها، يورق بالقلب بعد يبسه، ويجعل الربيع فيه، تجعل القرآن ربيع. إن الربيع ليس الذي تشاهده العيون، أحياناً ينبت في القلوب. ولذلك تجد بعض الناس في خوف وفي قلق وفي ضجر وفي تعب، واحد مطمئن مبتسم راض قار العين ساكن النفس، والله ما عليه من الناس. وش هالسعادة التي عند فلان؟ لماذا كل يخاف وكل يتشائم وكل يقول هلكنا هلكنا إلا هذا؟ يقول أبشروا بالخير، والله أنه يعرف الله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عن عائشة رضي الله عنها قال ألا أعلمك، احفظها يا عبد الله، ألا أعلمك. يقول صلى الله عليه وسلم
ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ قالت بلى يا رسول الله. قال الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. رددها ثلاثا الله، ثم قل ربي لا أشرك به شيئا. ولهذا يقول بعض الشراح هذا الحديث، قالوا وضع اليد على القلب ثم قول الله الله ورد في القرآن عندما أمر الله موسى واضمم إليك جناحك من الرهب، عندما رهب عندما خاف عندما فزع ضم يده على صدره ليطمئن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن من العلاجات الدعاء، وأن نعلمها أنفسنا وأبناءنا. من علاجات الهم أيها الأحباب أن تجعل الهم هما واحدا. وش همك يا شيخ؟ قال والله خايف على مستقبل العيال، ويا شيخ ودي أشتري في بطحة قريش أرض، ها ودي عمرها 4 شقق للأبناء، ودي أشتري سيارة، ودي أزوج البنت وأزوج الأبناء، ويبدأ مسكين شوي وطقها بكوة وبكى. هذا بيد من كل هذا؟ بيد الله. اجعل همومك المبعثرة هما واحدا، وهو هم الآخرة. فمن جعل همه هما واحدا كفاه الله الهم. أحد أسباب الهموم الآن، وأن الله جعل عند بعض الناس جعل فقره بين عينيه، وشرد عليه وشتت عليه شملة. تدري ليه؟ لأن كل هم دنيا. رب العالمين هو الله الذي يربيك ويربيهم بنعمه، هو الله. فاجعل همك رضاه وهمك الأخرى عند لقاه، يكفيك هم الدنيا كلها. ولذلك قال الحبيب من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته أو لم يرزق منها إلا ما كتب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاجعل همك هم الآخرة، اجعل همومك أخروية، يكفيك الله أهم الدنيا. ولذلك البعض أيها الأحباب لأن همه الدنيا، أعطيك مثال، نستيقظ للدوام ولا نستيقظ لصلاة الفجر، استيقظت للمخلوق، أنت ذهبت للرزق وتركت الرزاق الله يرحم والديك، شلون ترزق؟ كيف ترزق وأنت لست في ذمة الله، وقد غبت عن الله ونسيت الأخرى؟ الدنيا عمارتها أن تذهب لوظائفها، نعم، لكن عمارة الآخرة أن تذهب إلى الله، وأن تعجل إلى الله، وأن تسارع إلى الله، وأن تفر إلى الله، وأن تكون عند الله في بيت آذن أن يرفع ويذكر فيها اسمه. ولذلك أيها الأحبة، من علاجات الغم أن نفرمت القلب. الفرمته، ما بيقولون بعض الجوالات إذا هنك فرمتوه، واللابتوبات يفرمتونها، وتروح الأرقام وتروح الأمور ها كلها وتصفر. هذا صفر قلبك وعدد وارجع القهقرة وافهم الدنيا على حقيقتها. من علاجات الهم أيضا أن تكثر الاتصال بالله. أنت يا شيخ لو قال لك إنسان كلما اتصلت أعطيتك ما تريد، تمل من الاتصال إليه؟ والله لا اتصل عليه يا شيخ كل دقيقتين وكل دقيقة، ما أمل، لأني كلما طلبت أعطى. سبحان الذي لا إله غيره، سبحان الرزاق ذو القوة المتين. ربي جعل لنا فرصة أن نتصل به وأن نلتقي به، وأن ينكشف الحجاب بيننا وبينه، وأن نناجيه فيسمعنا، بل ويرد علينا. حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. الاتصال بالله أنس. والحبيب يقول لبلال أرحنا بها إذا حزبه أمر، قال أرحنا بها يا بلال. الصلاة يا مؤمن، والله من أدمن الصلاة أقسم بالله لا يمكن أن يقف الهم على عتبات قلبه مطلقا. واستعينوا بالصبر والصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، الفلوس تجي بعد الصلاة، السكينة تأتي، صلاح الذرية يأتي، إذن هي الصلاة، ولكن ليس أداؤها. إنما الذي يفرج الكرب إقامتها، أما أداؤها يمكن يا شيخ لك 60 سنة تؤدي الصلاة وما صليت ولا صلاة واحدة بإقامة، ومن هنا رحلت السعادة من حياتك. والله إن الذي يعرف الصلاة أنها صلة بينه وبين الله وقفة، يقول أهل العلم لماذا جميع شرائع الإسلام فرضت في الأرض إلا الصلاة؟ عرج بالحبيب عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن كل من صلى في الأرض
لا بد أن تعرج روحه إلى السماء ليعيش ذوق الصلاة وسكينتها ولذتها. وأقيموا الصلاة، إقامتها علاج لكل داء، إقامتها معنى ذلك تشتكي همومك لربك، تشتكي همك لربك. تصور من يقع همه في سجدة، ما يمكن أن يرفع رأسه من السجدة والقريب المجيب جل وعلا يسمعه، وهو السميع البصير العليم الخبير الحليم سبحانه وتعالى، والله لا يردك، لا يردك جل وعلا. الله يستحي من عبده أن يرده إذا رفع يديه إليه، أن يرده ما له صفرا، سبحان الحي سبحانه وتعالى. أيضا من علاجات الهم تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر. يا أخي، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كل شيء في الدنيا هذه مقدر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ما أجمل يا أحبابي إذا وقع عليك القدر، إن كان خير عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، هو ترى كله خير. حتى قال بعض شراح حديث عمر رضي الله عنه الذي قال في حديث عندما سئل عن الإيمان فقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هل في القدر شر؟ قالوا: لا، فيما يراه الإنسان، وإلا فإن الخير كله. الله يخلق ما يخلق الشر المحض سبحانه وتعالى، له سبحانه في كل شيء تكرهه له حكمة، له حكمة. قد تمرض وهذه لحكمة، تفتقر لحكمة، تخاف وتصلي صلاة الخائف. الخائف إذا خاف صلاته يزينها يا شيخ، صلاة خاشعة فيها دعاء وفيها انكسار وفيها مناجاة وفيها تحقق. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر. أي أمر يا شيخ، صدمت السيارة، مات الولد، قطعت القدم، مرضت بالسكري، فصلت من دوامك من عملك، انهدم بيتك، ظل ابنك، أي أمر في حياتك تغير، فاعلم أن ذلك شاءه وخلقه وقدره قبل خلق السماوات والأرض جل في علاه 50,000 سنة، ليس أمس. ولذلك يا أخي زعلان ليه؟ فإنما وقع عليك إنما هو صفحة الأقدار التي لا بد أن تقرأها في جبينك رغما عني وعنك. ولذلك أيها الأحباب، ما أجمل أن يربي الإنسان على نفسه، على أن يرضى على الله عندما يعطي، ويرضى على الله عندما يأخذ. قبضتم فلذة كبده؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. مات ولده ولا زال يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، تذكر أنه لا بد إلى الله صائرون وراجعون. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. لذا يا عبد الله، ربي وروض، نحتاج والله ترويض، روض نفسك على أن ترضى. يختلفون الناس في استقبال القضاء والرضا به، وسبب ذلك: هذا يعرف الله وذاك نقصت معرفته بالله جل وعلا. أيضا أيها الأحباب، من الأمور التي تعين العبد على زوال الغم الخلوة بالله. وقلنا الصلاة، لكن أقول الآن الخلوة بالله أدق معنى من ذلك. كيف يخلو العبد بربه؟ أن يتفرغ من هموم دنياه. جلسنا مع الخلق فملأوا قلوبنا غما وهما، حسدونا على نعم الله التي وهبنا إياه، ناظرنا، شفنا الواتس وشفنا الجوالات وتويتر والفيس وغيره، وما زادنا إلا غم وهم. يا أخي، تخلى عن الخلق وبكر للصلاة واجلس بين يدي ربك ناجي. صلاة الجمعة بكر لها وقدم بدنه 3 ساعات تناجي ربي، 4 ساعات في جوف الليل الأخير، تفرغ عن الدنيا وعن عيون الخلق، وانكسر بين يدي الله وابكي هناك واعصر عينك يا رب. إن ذلك يورثك أيها المؤمن إيمانا وسكينة وطمأنينة. إذا رأيت إنسان وجهه مضيء ونفسه مستقرة، خلا بالله فأفاض عليه نورا وسكينة. بعضنا يا أحبابي لا يقوم الليل، بعضنا لا يبكر للجماعات ولا للجمع، بعضنا ما يرتل القرآن وحده ويتدبر القرآن الذي جعله الله مباركا، ثم يشتكي من الوحشة والغم والهم. وردد دائما: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصف نفسه بالظلم من ذنب أو ذنبين، فكم لي ولك من ذنب أبعدت السعادة من قلوبنا. ثم اعلم أنك إذا كنت مصر على الآثام فإن السعادة ترحل،
ولن ترسو على شاطئ قلبك. لما؟ لأن من عدل الله ألا يسعد من عصاه، مع أن قد يعطيك ليشقيك لا ليرضيك. فإذا أردت السعادة مع العطاء ورحيل الهموم والأحزان، فعد إليه جل وعلا منكسرا وتب مما مضى من الذنوب، تعود السكينة. وأردد لك الحديث، أعيده عليك، الذي قال الحبيب فيه: إلا أبدل الله حزنه فرح. تريد الأحزان تنقلب أفراح وترحل الأتراح من قلبك، فعد إلى ربك واستقر وأقر بين يديه أنك عبده، وحقق العبودية وأبشر والله بالسعادة. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت، اغفر لنا ما مضى وكان من ذنوب وآثام، واختم بالسعادة آجالنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك. اللهم لا تقبضنا إلا وقد رضيت عنا وأريتنا منازلنا من الجنان يا رب العالمين. اللهم فرق جمعنا هذا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور. يا رب اجعل آخر النداء لنا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا رب لا تحرمنا فضلك، أمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو.